ومن المسائل أن بعضا من الناس يهمل هذا الاعتكاف، ونقول إذا لم يتيسر لك أن تعتكف العشر كلها اعتكف لو ما تيسر من الليالي، لو تعتكف ليلة بأكملها أو تعتكف يوما بأكمله هذا يصدق عليه اعتكاف، أقل الاعتكاف إما يوم وإما ليلة. والدليل ما جاء في الصحيحين أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، قال أوفي بنذرك، فهو أمره بأن يوفي بنذره، ولو كان النذر بليلة أو بيوم لا يكون اعتكافا فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، ولكن لتعلم أن الاعتكاف لا يصدق بيوم ولا يصدق بليلة. فعلى كل حال على المسلم أن يحرص أن يعتكف لو ليلة حتى لا يفوت عليه الأجر.